مساء الخير اعزائي المشاهدين ومتابعين موقع تليجراف مصر في كل مكان، كل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. احنا موجودين فين دلوقتي؟ احنا موجودين في المطريه. المطريه يا جماعه النهارده بتجهز لاكبر فطار جماعي بكره في مصر. بكره ما نقولش فطار جماعي، ده بكره في مليونيه هنا موجوده فين؟ في المطريه. جينا عشان نشوف التجهيزات ونشوفهم بداوا يحضروا ايه. طبعا مصر كلها بتبقى مستنيه افطار المطريه عشان المطريه بقى لها 10 سنين ودي السنه العاشره بيحتفلوا باكبر فطار جماعي في مصر. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده التجهيزات بدات خلاص، يعني هم احنا جينا غفله لقينا ان الشباب بيلونوا وبيفنشوا خلاص اخر حاجه في الشوارع وتجهيزات المطريه. هناخد معاكم دلوقتي جوله وهنشوف المطريه ايه اللي بيحصل فيها. يلا بينا نشوف. يلا بينا صديقنا طبعا سامح هيتعب معانا شويه بس كل سنه طيبين يا رجاله. كل سنه طيبين، تعالى يا سامح. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا اهالي المطريه عزبه حماده بالتحديد مش بتنام، بقى لها يومين ما بتنامش عشان خاطر ان هم بيحاولوا ان هم يطلعوا احسن حاجه، لان فطار المطريه يا جماعه زي ما قلنا فطار مصر كلها بتستناه. طبعا زي ما انتم شايفين هنا كده زميلي سامح طبعا تعالى كده. طبعا التجهيزات هنا بدا، احنا كده داخلين على قسم الطبيخ والمطبخ. هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا في حلل بقى والاكل والحلويات وكل ده هنتابعه دلوقتي مع حضراتكم هنا في المطريه وبالتحديد في عزبه حماده. تعالى كده. طبعا هنا بقى الحلل. مساء الفل، ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. كله تمام؟ الحمد لله. ممكن بقى تحكي لنا بقى ايه اللي بيحصل بقى؟ طب بعد اذنك بس تمام اوكي مفيش مشكله. طبعا زميلي سامح هنتابع معاك يا شيف تاني. اوكي مفيش مشكله مفيش مشكله. قول لي بقى انت عارف بيك؟ رمضان السك مع حضرتك. بتعمل ايه يا عم رمضان؟ احنا النهارده بنجهز الشوربه بتاعت الرز والمحشي وان شاء الله الصبح هنعمل الرز. طب قول لي بقى انت بتعمله ايه السنه دي؟ السنه دي طبعا غير كل سنه بس يعتبر زيها، بس كل سنه بنطور على السنه اللي قبليها واللي بعديها. بنحاول نعمل كل جديد ما هو في الاكل. في دهنا الحيطان، ما كناش بندهن حيطان وعملنا رسومات وحاجات زي كده. طيب هنتابع دلوقتي مع حضراتكم ونشوف هنا في ايه كمان تاني. دي الشوربه حضرتك، النهارده احنا بنجهز الشوربه عشان الصبح بكره. العدد السنه دي زياده عن كل سنه، كل سنه كنا بنعمل 5000 و6000، السنه دي ربنا كرمنا وعاملين 10000. فعشان تبقى تعمل 10000 وجبه تاكل 10000 صايم الساعه 6 فلازم تبتدي من بدري. فاحنا بنجهز من دلوقتي عشان الساعه 7 الصبح نبتدي نعمل الرز بتاعنا من الشوربه ديت. المحاشي بنديها لاخواتنا وامهاتنا وحريمنا وكده، بنديهم المحاشي وياخدوا شوربه من هنا وينزلوا لنا المحشي الساعه 9 مع الرز، بيبقى الوجبه كلها بتتعبى في وقت واحد. كان طبق رئيسي وكان طبق محشي وكان الحلويات هنا متقسمه، كل قسم ماسك حاجه مع نفسه. طب هنا في بس شوربه ولا في حاجات تانية ممكن نشوفها؟ لا هو هنا في شوربه وفي هنا قسم الحلويات برضو تجهيز جنبك هنا، والشوايات طبعا الجماعه اللي هم بتوع المشاوي كانوا هنا من نص ساعه، لو كنت حضرتك سبقت شويه كانوا بيتبلوا الفراخ والكلام دوت ومش عارف وكده، وسكنناهم في الثلاجات وان شاء الله الصبح نبتدي مع بعضنا ان شاء الله. احنا متابعين معاكم وناخد جوله كده ونرجع لك تاني. انا شرفتنا يا باشا ونورتونا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا التجهيزات بدات. عرفنا بيك. صلاح اسلام. ازيك يا عم صلاح؟ الحمد لله تمام والله. طيب. وانت طيب؟ ايه ده، دي شوربه برضه ولا ايه؟ دي شوربه طبعا زي ما انا في رمضان لسه قايل لك دلوقتي، دي التجهيزات اللي هنجهزها لبكره ان شاء الله. يعني كده واقفين على ارض صلبه ان احنا بنجهز كل حاجه من بالليل كده زي ما انت شايف كده. نبدا بقى ان احنا نسوي بقى الصبح ان شاء الله ونبدا نوزع الوجبات. تعالى طبعا احنا هناخد راي الشيف. ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كل سنه وانت طيب. ممكن بقى البسك المايك كده عشان هرخم عليك شويه. لا يا حبيبي. كل سنه وانت طيب يا شيف. طيب. قول لي بقى انتوا السنه دي بتجهزوا ايه؟ والله السنه دي موضوع مختلف شويه عن كل سنه، موضوع صعب قوي لان المطريه عامله شغل حلو والعزومه بتاعتنا مسمعه جامد قوي في بلاد عربيه وفي مصر وفي كل حته. فالسنه دي معانا ان شاء الله احنا متوقعين، واحنا الماتيريال بتاعنا جايبينه على اساس كده، متوقعين من 9 ل 10000 شخص هيفطروا معانا ان شاء الله. فاحنا طبعا الشغل ده بيبقى صعب انك تعمله في يوم واحد، فبتجهز له من بالليل بس. هنا عندك اكتر من قسم ولنا الاقسام. الاقسام عندنا يعني الاقسام عندنا رز زي ما حضرتك شايف. الرز معانا
وزن كتير في الرز غير كل سنه. تمام. عندنا مشاوي، مشاوي كميه كبيره برضو غير كل سنه. عندنا قسم حلويات هناك برضو. كل الماتيريال زاد عن كل سنه، بيزيد مع عدد الناس اللي بتيجي. طب انا عايزك تقول لي بقى انتوا عاملين ايه السنه دي؟ يعني عاملين محشي وفي عندنا في البيوت دلوقتي حاليا بيجهزوا محاشي لبكره. تمام. يعني محاشي كميه كبيره جدا بتتعمل، بتتكلم بس 600 700 كيلو محاشي. طواجن برضو. طواجن ايه بقى؟ طواجن خضار باللحمه. تمام. تمام. طواجن بطاطس بقى طواجن بالظبط كده. ومعاك هنا المشاوي، هنا ده قسم المشاوي، في هنا قسم، في هنا قسم المشاوي. تمام. تمام. هنا قسم المشاوي، وهنا في قسم الرز. تمام. وفي هنا قسم الحلويات. تمام. هو حضرتك الميزه في التجمع بتاعنا هو في التنظيم شويه، التنظيم ده هو اللي بينجح، ما فيش حد بيعلى صوته على الثاني. الصح في صالح اليوم، احنا يعني ممكن اسمع كلام حد صغير وهو يسمعوا كلامي، بحيث كلنا ايد واحده، وهنا ما حدش بيقول انا عملت، كلنا قلنا عملنا، فالحمد لله يعني كلنا تمام يعني. طب انا اسال سؤال، احنا كده عندنا رز. احنا عندنا بص حضرتك، احنا عندنا مشويات. تمام. تمام. قسم حلو ما شاء الله كبير، وفي شيفات محترمه. تمام. وعندنا قسم رز. تمام. تمام. وعندنا قسم حلويات. تمام. وفي قسم اللي هو العصاير، كميه كبيره جدا وانواع مختلفه، وطبعا في شغل في البيوت. لا الناس دول طبعا اهل الستات بقى، ست البيوت دي بقى هي اللي صاحبه الاكله الحلوه. هو الطواجن معاهم طبعا، لان طبعا الموضوع ما فيش امكانيات في الشارع انك تعمل طواجن. تمام. الطواجن معاهم والمحاشي. فالسنه دي، السنه دي ان شاء الله متوقعين ان 10 سنين 10,000 9,000 متوقعين زياده، وممكن اكتر كمان. واحنا الحمد لله بنعمل حسابنا، بس عايزين مصر كلها تجينا، ان اليوم ده كله الناس بتفرح فيه. وفي ميزه في اليوم دوت، لو حد زعلان من حد، كل بتصالح هنا، مسلم ومسيحي وكلنا. احنا كان معانا حد هنا عم زكريا مسيحي، راجل شغال زيه زينا، مفيش فرق بين اي حد هنا الحمد لله. احنا هنرجع للحلويات وهنرجع لك تاني يا شيف. شكرا يا شيف وصيام طيب. شكرا. طبعا زي ما انتم شايفين هنا اهالي المطريه طبعا طالعين في البلكونات. صيام طيب يا ست الكل، كل صيام طيبه. طبعا شايفين اهالي المطريه هنا طالعين من البلكونات بيسلموا على الناس، وبيسلموا على الناس اللي بتنظم وبتجهز ساعتك. سنت يا بس الكل، ربنا يديك الصحة، ربنا يديك الصحة، ربنا يبارك لك. طبعا هي بتقول أحلى ناس وأحلى أجدع ناس، ناس المطرية لو الصوت مش واضح. ربنا يبارك لك يا ست الكل. طبعا احنا ننتقل دلوقتي لقسم الحلويات. قسم الحلويات شارع بثمان شوارع، شارع المطر. طبعا احنا دلوقتي على قسم الحلويات. تعالى كده يا صديقي سامح. السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ كل سنه طيبين. لا انا مش مشاكل، لا معلش معلش، بس اخد من وقت حضرتك دقيقتين. ماشي، ممكن بس لبس المايك؟ طيب ماشي عينيا. طب تعالى هنا يا صديقي سامح. شايفين طبعا السيدات واقفين بيعملوا كنافه، ازي حضرتك ست الكل؟ ممكن تعالى في الاشاره دقيقة بس، مش هاخد مواد حديدة. طبعا لا انا مش عارفة. هو ده اللي عمال يزعق دلوقتي. ايه الحاجات الحلوة دي بقى؟ ده كنافة. كنافة. طيب هنا بقى قسم الحلويات، عاملين ايه بقى السنة دي؟ عاملين كنافة. عاملين قطايف، وعاملين كنافة، وعاملين زلابية. عاملين حاجات كتير قوي. قطايف وزلابية وكنافة. كل سنه بنعملها يعني وكده، بس هي زياده علينا السنه دي الكنافه. طيب قد ايه مثلا كميات، قد ايه مثلا بنحضرها السنه دي؟ لا الكميات كتير عشان في ناس كتير جايه، ناس كتير جدا جايه. يعني كل الشوارع هتاكل؟ طبعا كل الشوارع هتديها كنافه. طبعا هتاخد زلابيه، وبيقعدوا لغايه نقعد لغايه الساعه 12 واحنا بنديهم قطايف وكنافه وزلابيه. ربنا يوفقك، ربنا يخليك. اديهم مايك. احنا هنخش هنا عند الشيف برضو ونشوف الشيف بيعمل ايه. ازيك يا شيف؟ كل سنه وانت طيب يا شيف، عامل ايه؟ تمام. مش هعطلك اكتر من دقيقتين. تمام. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. قول لي بقى بنعمل ايه هنا دلوقتي؟ احنا بنعمل السنه دي ان شاء الله، احنا كل سنه متعودين بنعمل زلابيه، بس السنه دي احنا عاملين زلابيه وعاملين كنافه وعاملين قطايف.
ومزودين الايتمات، والحمد لله نضرب رقم قياسي في الكميات اللي هتطلع. قد ايه مثلا؟ عشان نرضي السنه، احنا كل سنه كنا بنعمل بيزيد الكميه اللي قبليها، بس السنه دي ان شاء الله هنضرب رقم قياسي، هنعمل 100 كيلو زلابيه ان شاء الله. 100 كيلو زلابيه؟ 100 كيلو زلابيه ان شاء الله يتعملوا بكره مع قطايف ومع قطايف ومع كنافه. تمام. هنطلع طبق كويس بشكل كويس، وحضرتك هتشوف كل حاجه على ارض الواقع بكره باذن الله. طب 100 كيلو زلابيه دول ممكن ياخدوا وقت قد ايه؟ وقت احنا اللي في ايدينا نعملها، ال 100 كيلو زلابيه ممكن نطلعهم في وقت قصير ووقت طويل. انا مطلوب مني ان انا 2000 مثلا 2000 طبق هطلعهم كل 3 ساعات. هبدا الشغل من اول اليوم من الساعه 8 لحد كده. مفيش نوم النهارده؟ كده مفيش نوم، احنا بنجهز من دلوقتي. المفروض كانت الكنافه دي تتعمل من الصبح، بس احنا عشان نكسب وقت ونرمي وقت اكتر عشان نقدر نساعد غيرنا، لو قدرنا نخلص هنا نقدر نشتغل ونساعد تاني. لنا كلنا واحد، لو احتجت حد عايز مساعده اخش معاه، انا عايز حد يساعدني، بلاقي ناس كتير بتساعدني، كل كبير وصغير بيخش يكون موجود معانا. وان شاء الله باذن الله تكون السنه دي احسن من السنين اللي فاتت. انت من المنطقه ولا مش؟ انا من المنطقه وبنفس الشارع اللي احنا واقفين عليه. فانت بقى يعني هوريكم الحلويات هنا بقى. ان شاء الله، مش انا لوحدي، اخواتي كلنا بنشارك فيه يعني. كم واحد بقى الفريق العمل العظيم؟ الفريق العمل انت تعد من 300 ل 370 فرد بيعملوا العزومه كل سنه، وكلهم من المنطقه وما فيش حد من بره. كل واحد فيكم عارف دوره كويس جدا وتخصصه. كل ده بيتم تقسيمه قبل العزومه بثلاث ايام، بنعمل 3 اجتماعات. اول اجتماع كل واحد بيتخصص بشارعه، الاجتماع الثاني كل واحد بيقوم بدوره، الاجتماع الثالث اللي مطلع نفسنا بصوره كويسه بدون اي عواقب بدون اي مشاكل. يعني انتوا اجتماع ولجنه ومقسمين نفسنا ومعانا ومعانا وتقسيمه وكل حاجه ورقه وقلم، وكل واحد عارف دوره ايه، وكل واحد عارف تشغيله، كل اللي احنا بنعمله. يعني انا واقف في المكان، انا واقف في الحلواني، ماليش اختصاص اخرج براه لما اخلص شغلي. لو خلصت شغلي ولقيت حد محتاج مساعده بطلع اساعده واشتغل معاه، لكن ما ينفعش حد يجي من الشارع اللي هناك يخش يشتغل هنا. كله تخصص عشان انت عارف دورك من اوله لاخره ايه، عشان يبقى في تقسيم وفي تشغيل على اساس ان تمشي كلها واحد، ما يحصلش فيه لخبطه. ان انا لو وقفت اتكلمت معاك او عموما مع حد 10 دقائق يبقى انا ضيعت مجهود ومجهود زمايلي. احنا واقفين حتى لو في اكيد في السوشيال ميديا او في ميديا موجوده معانا، انا ابقى طبيعي شغال واعمل اي لقاء ما فيش مشكله، بس الوقفه الخمس دقائق مع اي حد هتاثر معانا احنا كلنا. قد ايه كنافه عندنا السنه دي؟ الكنافه ان شاء الله هتوصل من 25 ل 30 كيلو باذن الله. طبعا كل اهل المطريه مشاركين فيها. دي بتبقى حسب العزومه عموما كلهم بيعملوها، لكن دي بتبقى مثلا ايه، انا اقول لحضرتك حاجه، دي عاده احنا متعودين عن والدتها الله يرحمها، كانت بتعمل زلابيه في رمضان وتوزعها للاهل والجيران. احنا خدنا الموضوع ده منها هي، بقينا احنا اخوات، احنا 7 رجاله اخوات واخت واحده معانا، اتعودنا كل سنه احنا نزود الموضوع، بدانا من حاجه صغيره لحد ما الحمد لله كبرت، واحنا اللي بنقوم بيها من اول حاجه لاخر حاجه، بس بنعتبر نفسينا ان احنا كلنا واحد ايا كان مننا او من اهل المنطقه، كلنا اهل واحباب واخوات مع بعض. كل سنه طيب يا شيف. صح، السلامه. مبسوط جدا ان انا شفتك. وتنورتنا والله وتشرفنا باذن الله. باذن الله احنا معاك بكره ان شاء الله. اكيد دوك كنافه الحلوه. اول طبق يطلع لك واحد احسن حاجه. نورتونا والله، تحت امرك. شكرا. نورونا. شكرا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا كل الناس بتشارك، اطفال، سيدات، طباخين، كل حاجه هنا موجوده في عزبه حماده. تعالى بقى يا صديقي سامح كده ناخد جوله. تعالى ناخد بقى هنا جوله بقى في عزبه حماده ونشوف بقى ايه الدنيا ونشوف الرسومات الحلوه. طبعا احنا كنا هنا موجودين من اسبوع بس ما كانش فيه الرسومات الحلوه دي، فطبعا الرسومات الحلوه النهارده مختلفه. الصور دي من السنين اللي فاتت في هنا في الشارع في نفس المكان، بس هي سنين بس مختلفه. طبعا عزبه حماده كلها مش نايمه زي ما انتم شايفين هنا برضو الصور. احنا كل حته صور، يعني كل طول ما انت ماشي هتلاقي هنا ايه صور، صور اهل المنطقه وهم في تجمعات. صديقي سامع بصوا هنا كمان، اصحى يا نايم واحد الدايم. طبعا في هتافات جوه مطريه هنشوفها دلوقتي مع حضراتكم. تعالى يا سامع هنا المطريه مش نايمه يا جماعه والله. هنا حتى السكان زي ما انتم شايفين كلهم كله واقف في البلكونات، كله واقف في البلكونات. مصر كلها يا جماعه بكره هتكون موجوده هنا في شوارع المطريه، وبفكركم ان احنا مش هنعرف حتى نقف هنا من كتر البشريه. مش اهل المطريه بس، لا ده كله. طبعا يا زميلي سامح هستاذنك تجيب كده رمضان مستشفى في المطريه حاجه ثانيه. طبعا زي ما انتم شايفين هنا الاهالي واقفين في البلكونات ازاي، يعني بيستعدوا وبيشوفوا
بيشوفوا المنطقه وهي منوره، وهي منوره بحب واخلاص وموده. افرحوا يا بنات يلا وهيصوا. طبعا ده اللي مكتوب على العماره، افرحوا يا بنات يلا وهيصوا. ورمضان في 15 رمضان، 5 رمضان في مطريه حاجه ثانيه. الناس كلها هنا يا جماعه، ده عيد يا جماعه والله، ده عيد، عيد. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. هنا يا جماعه والله العظيم مصر وحلاوه مصر واهل مصر. تحيا مصر، ايه الحلاوه دي؟ علشان اجيال بعدنا جايين مكملين هنا في حي المطريه في افطار المليون صايم في حي المطريه. ابداع فامتاع، هنا الناس كلها بتنشر بهجه وحب وسعاده وخير، ويعني زي ما حضراتكم شايفين البيوت عمرانه دايما بالخير وبالحب وبالسعاده، الناس كلها مبسوطه، صور في كل مكان. 100 سنه ان شاء الله يا رب، وان هاي افطار جماعي الحي المطريه. وشكرا ليكم يا فندم. كل سنه وانت طيب. وانتم طيبين. طبعا زي ما انتم شايفين دي اهالي المطريه طبعا بيحيونا. طبعا فيها اغاني هنحاول نبعد عنها عشان ما يحصلش اي مشاكل. بعد اذنك يا سامح، احنا عايزين نجيب سنه العشرة في المطريه. السنه العشرة في المطريه، يعني حي المطريه وشعب المطريه كله مش بينشر غير الحب والبهجه والفرحه والسعاده. الناس هنا ايد واحده، من 300 ل 500 فرد يا جماعه مقسمين نفسهم، كل واحد عارف دوره وعارف مكانه ايه وعارف الشغل اللي بيعمله ايه، سهرانين طول الليل بيستعدوا للخير وبس. 10 سنين ومكملين، واهم حاجه العشره والجيره. يعني بسم الله ما شاء الله، فعلا فعلا تنظيم ولا اروع، مليونيه يعني بيفطروا الناس وكمان بيسحروا الناس. شوارع هنا مليانه، الناس ما بتنامش، كل واحد عارف دوره. هنا هنا بقى الرسم، بقى هنا الرسم بقى. ازيك يا رجاله، عاملين ايه؟ بقول لك كلمه، تاخد المايك، تعال تاخد المايك، احنا لايف. ها ماشي. معاك احمد زبادي رسام جرافيتي، واقفين على العربيه اهو شغالين عشان نعمل اللوجو. طبعا طبعا معانا استاذنا استاذ محمود المصري، استاذ ياسر علي. الله يبارك لك. كل سنه وانت طيب، منورنا. ربنا يقدرنا يا رب على كل خير وكل حلو. ده الشعار بتاع المطريه وعزومه 15 رمضان. 15 رمضان كل سنه وانت طيب. بقى لنا كده تحوالي 3 ساعات كده شغالين فيها. ايه؟ 3 ساعات. سؤال تاني. يعني نص ساعة كده. يا باشا. السلام عليكم. يا باشا. كلنا مطرية. احنا 7 فنانين من المطرية، اجتمعنا ان احنا نعمل العمل الفني ده، تطوعنا يعني وقدرنا نعمل العمل الفني ده. طبعا معانا استاذ محمود المصري. ومعانا لا لا لا، دي بتاعت اهل المنطقه هنا برضو واقفين معانا. واقفين معانا والناس بصراحه يعني كتر الف خيرهم، مش رايحين الشغل بكره. ومعانا طب في حاجه بس، معلش انا اسف، عايزين في 2 فنانين معانا مش موجودين. اخواتنا وحبايبنا يعني، بس هم في ظرف عندهم فمش موجودين. استاذ احمد غريب واستاذ محمد مرتضى قبص. فبرضك عشان ما نضيعش حقهم وتعبهم معانا، الناس دي معانا من اول ما بدانا، وعملوا شغل جامد جدا يعني. ان شاء الله بكره هم موجودين معانا باذن الله. قلبهم برضه، ومعانا النهارده بقلبهم، موجودين بقلبهم. لا احنا دي اول سنه نتجمع كلنا حضرتك، احنا كلنا مطريه وكلنا خطاطين ورسامين، بنتجمع كلنا، اتجمعنا على عمل ومشاركه واحده. لا لا، احنا اتجمعنا السنه دي على الحب، وده اول عمل نتجمع فيه كلنا. ومعايز سبعة. سبعة عدد عجائب الدنيا السبعة. ادينا احنا. لا 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 لا، بص حضرتك، جيبوا المايك بقى، ما تبقاش اناني. المايك معاك يا هندسة. ايه يا كبير؟ احنا اهم حاجة يا باشا الراجل ده تعب معانا. معاذ اللي وراك ده، معاذ اللي وراك ده، وري له اجندة والنبي، وري له اجندة. دي تعبتنا الورقة، دي تعبتنا. ايوه الورقه دي، عامل حاجه الورقه دي. الاغنيه هيغني 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 هيغني. عايز 215 رمضان اول ما ماشي. اتفضل.
شوف طبعا استاذ معاذ، ازيك يا استاذ معاذ؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. انا سامع معاذ حاسك يعني كده ايه يعني، عايز اسمع منك. انا اقل واحد في المنطقه كلها. لا عايز اسمع منك بقى، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ممكن تعرفني بنفسك الاول؟ انا معاذ من احد منظمين الافطار يعني. طيب قول لي بقى الدنيا هنا يعني عاملين كام وجبه السنه دي و كلمني على التحضيرات. لا الحاجات دي بكره ان شاء الله حضرتك تنور. انا كده كده انا قاعد معاك وانا لا بكره تنور تقريبا. مفيش اي اعداد نقدر نقولها دلوقتي. بكره نقدر نقول لحضرتك ونفرح بالعدد. طيب قول لي مثلا احنا الشوارع زادت السنه دي اعتقد؟ طبعا صح كده؟ طبعا نظرا للي حصل السنين اللي فاتت الاعداد في تزايد، فلازم كنا نزود شارع او اثنين يعني فيقدروا يستوعبوا يعني الحجم. يعني الشوارع زادت والناس يعني. طبعا لازم بزياده طبعاً. كل ما بتسمع كل ما العدد بيزيد اكتر يعني. ربنا يعديها على خير ان شاء الله. برضه السنه دي الحمد لله ما فيش اي سبونسر او اي كلام من الكلام. لا الحمد لله الحمد لله قائم على مجهودات ذاتيه من اهالي المنطقه، سواء بقى مقتدر او اقل شويه، كل واحد بيقدر يساعد باللي يقدر عليه. الزينه، شايف الزينه وشايف حتى الشوارع ما شاء الله في رسومات. انا كنت هنا الاسبوع اللي فات ما كانش فيه الرسومات دي. لا هو بص، هو احنا بدانا من بدري في رسومات، فدخلنا في الشوارع بالتوالي كده ورا بعض لحد ما وصلنا للشوارع كلها اللي بتغطي العزومه كلها يعني. خلاص انتوا خلاص انتوا يعتبر حضرتوا الاكل خلاص. شارع المطبخ اهو برضه حضرتك جاي من جوه. ما شاء الله الشيف والحلويات والدنيا كله تحت السيطره ان شاء الله. طب ممكن تكلمنا مثلا عن ايه مثلا ما كانش موجود السنه اللي موجود السنه دي؟ بص هو كل حاجة الحمد لله يعني زي ما هي، احنا بنحاول نحافظ برضو على الطابع اللي بدأت بيه العزومة لحد دلوقتي. بتتطور، ممكن في حاجات بتزيد. السنة اللي فاتت الرسومات كانت بطريقة بدائية شوية، اخواتنا الفنانين ربنا يبارك لهم يعني ضيعوا وقتهم كتير قوي معانا، فلا هم غيروا شكل الموضوع تماما يعني. الحمد لله. هسيبك بقى انت عشان انت مشغول وماسك الكراسه وكده. ربنا يخليك. وبكره نورتونا وشرفتونا في اي وقت. نورتونا. شكرا لك. كل سنه وانت طيب. كل سنه طيب. طبعا زي ما انتم شايفين هنا يا جماعه المطريه مش هتنام النهارده. المطريه مش هتنام. الدنيا هنا مساء الخير. ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيب. طيب يا كبير. ممكن نتعرف بحضرتك؟ ابو اسلام. ازيك يا ابو اسلام؟ اهلا وسهلا. من هنا من المنطقه ولا ايه؟ طبعا مؤسس العزومه ان شاء الله. ما شاء الله. حبيب. السنه دي السنه العاشره. طبعا. ايه اللي اختلف السنه دي على السنه اللي فاتت؟ الاختلاف ان الناس كلها والعالم كله عايز يحضر ويشوف الفرحه والبهجه اللي احنا عاملينها، واحنا عايزين وده هدفنا ان الناس كلها تبقى مبسوطه وفرحانه. الناس كلها تبقى مبسوطه وفرحانه اهم حاجه. احنا عاملين ده كله عشان الناس كلها تبقى مبسوطه وفرحانه بس. طب قول لي احساسك ايه لما شفت مثلا اعلانات جت اتصورت وفنانين جم هنا كتير، بتحسوا بايه؟ فرحنا جدا بمجهودنا العظيم اللي احنا عملناه وفرحانين بالعظمه اللي احنا عاملينها، فعشان كده الناس كلها رحبت انها تيجي تتكلم وتشوف الدنيا كلها فيها ايه وتبقى مبسوطه برضو. احنا اهم حاجه هدفنا ان احنا نبسط الناس كلها. المطريه بتستعد بقى لها قد ايه الموضوع ده؟ لا دي بتستعد من سنه. من اول ما العزومه 15 رمضان تخلص بنستعد من اللي بعديه على طول. طب خلينا نتكلم في موضوع الفلوس، هل كل واحد مثلا مجبر انه يدفع فلوس معينه ولا كل واحد على حسب؟ على حسب. بص احنا كلنا شباب مجموعه كبيره عاملين جمعيه وما بنقبضهاش، واللي بيقدر عليه بيدفعه في كله اكتفاء ذاتي. محدش بيدعمنا بأي حاجة. محدش بيدعمنا ولا سبونسر ولا أي حاجة، كلنا شباب في بعضينا من أصغر واحد لأكبر واحد بيدعم المجموعة. في شخصيات مثلا مهمة جاية بكرة مثلا زي ما شفنا السفير السنة اللي فاتت كان موجود. ناس بلوجرات كتير كانوا موجودين. ما بنعزمش حد. صدقني اللي أنت بتشوفه ده احنا ما بنعزمش حد. هم كلهم الفرحة والبهجة والعظمة اللي احنا بنعملهم هم بيجوا لوحديهم. فما نعرفش مين اللي جاي بكرة، واللي بيجي بينور وفي دماغنا يعني. فاحنا ما بنعزمش حد والله. طب ممكن تقول لي مثلا معانا كام كرسي السنه دي؟ احنا ان شاء الله بعون الله احنا عاملين اكتر من 10000 وجبه. 10000 وجبه كل ترابيزه فيها 6 كراسي. شوف ما انا بقول لك 10000 وجبه وان شاء الله ربنا بيبارك يعني. شكرا يا ابو اسلام. شكرا يا حبيبي. نورتنا وشرفتنا. طيب ما انت عايزين تقولوا كلمه صح؟ قولوا. طيب اخويا الفنان الجميل هيغني اغنيه ابو زيزو العالمي. اتفضل يا ابو زيزو. اتفضل اي حاجه من قلبك. انا عايز حبك كويس. ماشي. عايزين اي حاجه من قلبك. يلا بسرعه حط رايق. السلام عليكم. يلا هات يا عم محمود قول غني. انا بمدح اللي مخاف من الموت لما جاله
سيدنا محمد اللي مخاف من الموت لما جاله في يوم من الايام سيدنا عبد الرحمن يا عيني جاله خبط على الباب عم رد قال النبي قومي يا فاطمه قومي يا فاطمه شوفي مين اللي خبط على الباب فتحت فاطمة وقفلت في وشه تاني الباب قالت له يا با يا محمد فيه واحد خبط على الباب أول ما شفته يا با القوس مني انحنى والعظم مني انتنى والشعر الأسود شاب قال لها افتحي له يا فاطمة ثواني بس الاول كده حاجه بس صغيره بقى الراجل ده اسلام بيجا بيجا ده اسلام بيجا ده اللي عمل اللوجو ده ديزاينر ده اسلام بيجا بقى كلمه بقى البيجا بقى ده بقى ده الموضوع تسلم. ازيك يا اسلام ازيك عامل ايه اولا انا مش ازيك يا ابو حميد عامل ايه ازيك عامل ايه اخبارك ايه اخبارك ايه كلمني بس عن اللوجو مش هطول عليك مش حاسسك مش عايز تتكلم ده حقيقي صح كده ده حقيقي. طيب قول لي بس اللوجو ده بقى جه معاك ازاي اولا انا من المطريه يعني مش حد غريب هم اصحابي كلهم كلموني ان انا اعمل لهم حاجه مختلفه انا يعني انا شغال في طارق نور ادفرتايزنج معروفه طبعا فهم اختاروني ان انا اكون اشارك بحاجه بسيطه ودي كانت اقل حاجه ممكن اعملها معاهم ان انا حبيت ان انا اعمل فكره حاول الصوت بس يا جماعه عشان ما ايه مفيش مشكله ان انا اعمل فكره بقول لك ايه ممكن الصوت بس كده كمان فبس يعني حبيت ان انا اشارك بحاجه بسيطه فكرت فكره اللوجو ان ممكن يجيب اللوجو يا سامع بعد اذنك فكرت فكره اللوجو يبقى 15 رمضان هي نفس الكلمه 15 بالانجليزي و15 بالعربي وفي نفس الوقت رمضان في المطريه بس حبيت افرح صحابي بس. يعني الفكره جات لك منين ممكن يبقى ليها اشكال تانية بس هي الفكره طبعا هو الشكل تحفه انا حبيت يعني حبيت الموضوع يكون بسيط لكل الناس كل الناس حاجه مفرحه رمضاني سيم رمضاني زينه يعبر عن في تحت الكنافه بتاع زمان في الروح المطريه في روح رمضان روح المطريه بس خلاص تمام شكرا يا اسلام شكرا حبيبي طبعا زي ما انتوا شفتوا طبعا احنا ممكن ناخد بقى اراء بقى بعد كده اللي الرجاله الحلوه الرجاله الحلوه اللي كانوا واقفين ناخد رايهم سلام عليكم كل سنه وانت طيب خد تعالى تعالى انا عايزك انت عاملين يا رجاله ازيك يا بابا اخبارك ايه كل سنه وانت طيب قول لي بقى الاجواء ايه السنه دي والله الاجواء زي ما انت شايف كده كلنا بنجمع بعضينا و... ويوم بيحصل في السنه يوم زي الفل يعني بيتجمع فيه الحبايب كلها والمطريه عنوان تاريخ يعني 10 سنين 10 سنين على الاجواء ديت اه الحمد لله يعني طبعا النور بدا قوي ينور دي يعني والله احنا عايزين النور يطلع عشان الناس تمشي عشان خاطر نعرف نرسم يعني ونشوف يعني. اجواءنا انت منور الدنيا كلها وكل سنه وانت طيب والمطار دايما مجمع الحبايب يعني دي حقيقة. عزمه حماده تاريخ يعني طب عايزك تقول لي في مثلا شخصيات مهمه جايه مثلا زي السنه اللي فاتت كان السنة احنا ما يهمناش الشخصيات المهمه احنا يهمنا ان احنا نجمع بعضينا نحب بعضينا ما يهمناش الشخصيات اهم حاجه عندنا ان احنا نجمع لا انا قصدي الناس اللي بره لما السفير جانا جه السنه اللي فاتت المطريه ده احنا كده يعني السفير فاهم حاجه كبيره برضو يعني مش قصدي ان انا بقلل من حاجه شرف ليه شرف ليه اللي هو يجي شرف ليه بس هي حاجه حلوه برضو ان احنا نلاقي طبعا الناس طبعا يعني طبعا ناس طبعا من اخر الدنيا جايه برضو بتشارك انا قعدت السنه اللي فاتت قعدت ناس من البدرشين يعني انا قعدت ضيفتهم وقعدتهم جايين من بدرشين جايين يحتفلوا معانا وجايين ان هم يعني يشاركونا فرحتنا بس ممكن يكونوا ما يعرفوش حد ما يعرفوش حد خالص نهائي والله العظيم وكل سنه وانت طيب وشرفتنا والمطريه ارض الحضاره حبيبي وانت عنوان ربنا يخليك حبيبي كل سنه وانت طيب ربنا يخليك كل سنه طيب طبعا هنا النور بدا ينور احنا تعالوا كده تعالى كده سامع شوف بس كده طبعا النور الاصفر ده يعني مدي اجواء جميله جدا يعني المطريه اعتقد مش هتنام النهارده اطفال سيدات رجال كل واقف في البلكونه يعني ما شاء الله حاجة تفرح يا جماعة والله هي دي مصر وجمالها هي دي مصر هنا في طبعا زحمة شوية يا
كله هنا واقف بيتصور وهنا كله واقف بينبسط. ولكنه عيد يا جماعة والله، ولكنه عيد. طيبين يا جماعة، يا ناس محترمة، خلاص عشان خاطر في ناس تعبانة في الشارع تستحملنا عشان طبعا زي ما انتم شايفين هنا هم بيحاولوا ان هم الشباب توطي صوتها شويه عشان خاطر ان في ناس تبقى في البلكونات يعني تعبانه وكده، فاحنا نراعيهم. بس هو ده كل الغرض. اللي ما يقولش شغلانه يتفضل يمشي يا شباب المحترم. طبعا هنا برضو هم محاولين انهم مطفيين النور شويه عشان خاطر الناس يعني ايه تهدى شويه ويناموا عشان خاطر الناس تشوف شغلها. طبعا زي ما انتم شايفين هنا بدات الاستعدادات، طبعا خلاص هنا بدا التحضير زي ما حضراتكم شايفين التحضير هنا. ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. اسمك ايه؟ حمزه. ازيك يا حمزه؟ بتعمل ايه يا حمزه؟ ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا حمزه؟ ايه؟ مساعد غبي. ايه الكلام؟ لا انت اللي ساعدت حطيت الترابيزه دي يا حمزه ولا ايه؟ لا انا ساعدت. عملت ايه قول لي؟ ساعدت الكراسي والخشب. والخشب؟ طب يا عم حمزه كتر خيرك. طب ايه انت ناوي على بكره ولا ايه؟ هتنام ولا مش هتنام النهارده؟ هنام. هتنام؟ اه. طب يلا بقى عشان الساعه خلاص داخله في 2 اهي، عشان بكره ناوي بكره تعمل ايه؟ اروح واحط الكراسي ونحط الاكل. ماشي. هتظبط الاكل يعني بكره ناوي؟ اه. طيب اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ مكسوف؟ فارس. ايه يا فارس عايز تتكلم معانا ليه؟ مش عايز تتكلم معانا ليه يا فارس؟ لو فارس خلاص مصمم انه مش هيتكلم. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كل سنه طيب. ممكن تبص طب لعم هنا في الكاميرا؟ اسمك ايه؟ ريتاج. كل سنه طيبه يا ريتاج. انت طيب. ايه بقى سعادتي عملت ايه النهارده؟ انا قعدت اتفرج. طيب خلاص ماشي هلف لفه كده واجي لكم. ماشي. ماشي. انتوا بقى عرفتوا. خد يا سيدي خد يا سيدي الكاميرا. كده ودي عم بتكلم عشان بس سيبك من الستريك. هنا طبعا احتفاليات وتجهيزات وحاجه يعني في منتهى الايه الشياكه. احنا ممكن نرجع تاني؟ نرجع تاني يا عم. المطريه شكلها مش هتنام النهارده يا جماعه والله. المطريه مش هتنام. حصان طيبين يا رجاله، حصان طيبين. اطفال في الشارع ورجاله وسيدات الناس كلها بتحتفل. اكنه عيد يا جماعه، اكنه عيد، اكنه عيد والله. وهنا في برضو تجهيزات للنور، انوار عشان خاطر كمان شويه يعني يبداوا يعلقوا. هي دي مصر، تحيا مصر. دكتور ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ احنا لايف يا دكتور ومن حظنا حلو احنا شفناك. عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. انا قعدت ادور عليك ما لقيتكش يا دكتور. كويس انت فين؟ كويس انت ما نسيتش. انت فين يا دكتور؟ كنت مفحول. طب عرفنا يا دكتور بقى، احنا كنا معاك من اسبوعين. تمام تمام. والنهارده احنا جينا خلاص التجهيزات، بكره خلاص بكره الفطار. تمام. عرفني بقى بداتوا بقى ايه اللي خلاص خلصتوه؟ لا انا عارف القسم اللي انا ماسكه بس. انا ماسك انا ميديا، فماسك تيشيرتات الميديا النهارده. بكره طبعا كل واحد بيبقى ماسك شارع. مسؤول ميديا ماسك شارع مع 3 4 عشان بس الناس اللي جايه تصور والناس اللي جايه تعمل لقاءات يبقى الدنيا ميسره ليهم. لان احنا زي ما قلت لك المره اللي فاتت هي كانت صوره صغيره كانت بتبعث بس صوره من الشباب دي، لكن احنا دلوقتي احنا بنمثل مصر كلها قدام الناس كلها، فاحنا محتاجين ان احنا نوصل للناس دي كلها باحسن صوره. بس طول ما مصر يعني مصر طول عمرها صورتها حلوه، فاحنا هنعمل الاحتفاليه دي وهتبقى صورتها حلوه برضه. شكرا نعرفه حبيبي. شكرا يا دكتور، ومع بعضينا بكره ان شاء الله. حبيبي يا دكتور. يلا سلام. طبعا الدكتور احنا كنا مسجلين معاه من فتره على موقع تليجراف مصر، ومن حظنا حلو احنا اكتشفناه ان هو معدي بالصدفه. طبعا زي ما انتم شايفين هنا مكتوب العيله الكبيره. هي عيله كبيره جدا طبعا، المطريه يعني عيله حب وموده واحترام واصول.
هنا كل حاجة موجودة في المطرية. طب قول لي بقى ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كل سنة وانت طيب. عرفتها بنفسك. حبيبي اخوك عبده. منين يا عبده؟ من المطرية. المطرية؟ انت ايه دي جي ولا ايه؟ صحيح كده؟ ايه انت برضو نزلت العدة عشان خاطر لو بحب. بالحب. كله بالحب عشان خاطر المطرية بلدنا واحنا بنفرح ده يوم بتاعنا. وبنستقبل اي حد برضو بالسعادة. موزع كام سماعة هنا في الشوارع؟ لا كتير. كتير. طلعت العدة كلها؟ كله فضل المطرية. كله في حب المطرية. كله في حب المطرية. طيب. هنا يا جماعة كل واحد بيعمل حاجة اللي يقدر عليه. اجيلك. طب تعالى في هنا حد من الشباب عايز يتكلم. تعالى. السلام عليكم يا رجالة. كل سنة وانتم طيبين. عامل ايه؟ الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام والله. عرفنا بنفسك. انا هاشم العزازي من هنا جاي النهاردة عشان نحضر العزومة بتاعت المطرية. انت من هنا من المنطقة ولا؟ لا مش من المنطقة. من جينا اساسا من الصعيد. اجدع ناس. والعيال عم اللي بيعملوا العزومة وقرايبنا وكده. احنا جايين النهاردة عشان نفرح برضو بالعزومة وزي ما انت شايف الاجواء صعب انت تلاقيها في اي مكان. صح دي حقيقة. وكله فرحان وكله اكنه عيد. احنا النهارده دلوقتي الساعه 3 وكله فرحان وكله مبسوط مفيش حد في البيوت كله في الشارع. مش نايمه الناس كلها اطفال وسيدات ورجال وكل عام. يا باشا الصغير قبل الكبير في الشارع كله قاعد في الشارع كله فرحان لحد بكره الوضع هيبقى زي ما هو كده. وكل سنه طيبين. كل سنه طيب. وانت طيب. كل سنه طيب. وسعدنا الاهل السعيد كلهم. حبيبي يا قمر. حبيبي يا باشا. طبعا زي ما انتم شفتوا كده يمكن الناس كلها موجوده هنا مش شرط من المطريه بس لا ده من الصعيد وزي ما سمعنا من حد من اهل المنطقه من شويه قال لك كان في ناس من بدرشيد وكان في ناس من دول الخليج وكان في ناس من كل حته موجودين هنا بيجوا المطريه عشان خاطر يشاركوا ويشوفوا احتفاليه المطريه للسنه العاشرة على التوالي. طبعا هنا السيدات بيسلموا علينا. كله هنا خلاص بيبص كمان على الرسمه في اخرها. الرسمه خلاص بتخلص كده الرسمه استاذ سامح. طبعا احنا مضطرين احنا نقفل بقى اللايف عشان خاطر المزيكا وده هيؤدينا الى مشاكل. شكرا لكل المتابعين موقع تليجراف مصر. شكرا. كان معكم عمر ايمن وزميلي سامح. شكرا وان شاء الله بكره موجودين هنا في المطريه. كل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا.